اعتذارنا للجمهور الرياضي عن رطاءة الصورة من الشوط الأول لهذا اللقاء الذي جرى بملعب الحبيب وعقل بوهران، حيث دخله شباب بن داود من وهران بكل قوة لتحقيق النصر ومواصلة مشوار الكأس. عناصر الفريق حاولت الارتكاز على التمريرات القصيرة مع استغلال الأجنحة لفتح الثغرات في صفوف عناصر النصر، لكن بدون جدوى أمام فريق عتيق وعتيد كنصر حسين داي الذي يملك الزاد من الخبرة الكروية. العزيمة القوية لعناصر الشباب والإيمان بالنصر أربك دفاع الزوار وخلق جملة من الصعاب. وفي الدقيقة 27 اللاعب ننجي من النصر يسجل الهدف الأول بعد ركنية. النتيجة تصبح هدف لصفر واللاعب يتواصل وضغط من الشباب واللاعب طوشت يعدل النتيجة في الدقيقة 40. المرحلة الثانية فريق النصرية استطاع أن يفرض لاعبه ويحتفظ بالكرة ويشكل خطورة على مرمى الشباب في أكثر من مرة. محاولات متتالية خاصة عن طريق الأجنحة زعزعت الدفاع واستقرت الكرة في غالبية الوقت تحوم حول مرمى بن موسى الذي كانت له خرجات موفقة. الشباب لم يشكل خطورة كبيرة على عناصر النصرية التي تصدت للهجمات الخاطفة الضئيلة من طرف خط هجوم الشباب الذي أغلقت في وجهه المنافذ وباءت المحاولة بالفشل بعد الإرهاق والتعب الذي ظهر على بعض اللاعبين. النصرية تحاول وتعيد الكرة إلى حين الدقيقة 70 حيث استطاع اللاعب برارجا إمضاء الهدف الثاني بعد قذفة من بعيد لم يستطع الحارس بن موسى التصدي لها. الكرة تسكن الشباك والشباب ينهار والنصر يبقى حليف فريق النصر حسين داي الذي